السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، مرحبا من جديد في فيديو أنتم تسألون وأنا أجيب. وكالعادة قبل البدء، اللهم صل وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين. ونبدأ مباشرة مع أول تعليق لمسائي اليوم من عند الأخت جنات الفردوس. فهي كتقول: أختي، معظم الأطباء كينصحوا بفيتامين سي قبل الواقي الشمسي، فهو مفيد للحفاظ على البشرة من الشمس. يعني هذا تعليق جاء بناء على اني دائما كنقول لكم ما تستعملوش لا فيتامين سي بالنهار، بحكم ان البلد ديالنا يعني اشعه الشمس فيه فهي على مدار السنه قويه جدا، فاحنا ماشي بحال الدول الاوروبيه اللي يعني تقريبا اشعه الشمس ما كناش على مدار السنه، وحتى الى كنا فهي ماشي حاره بزاف عاد بحال يعني الدول الافريقيه ودول المغرب العربي. يعني هذا رايي ديالي انا خاص بيا، كنقولوا خوفا على ان الانسان يوقع في المحظور او ما لا يحمد عقباه. فلهذا كنقول من الاحسن ان الفيتامين سي تستعمل ليلا، من الاحسن ونهارا كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء جيدا والجل او المنظف ديالنا، وكنديروا الواقي الشمسي بشكل جيد. وطبعا اللي اقتنع بالكلام ديالي فمرحبا، اللي ما اقتنعش بالكلام ديالي فمرحبا. يعني غادي يتبع الانسان اللي ثاق فيه اكثر و يعني واقتنع بالكلام ديالو اكثر. فهذه مساله يعني الاختلاف لا يفسد للود قضيه كما يقال. فانتقلوا لسؤال من عند الاخت ام ناس، فكتقول: السلام عليكم اختي، الله يخليك، بغيت نصور لك وجهي باش نعرف اش من واقي نستعمل، حيت عييت ما ندير في الوصفات والو، وجهي ما بغاش يصفى ليا. فحبيبتي ايناس، ام ايناس، شوف غنقول لكم واحد المساله، ماشي كثره الوصفات هي اللي غادي تشفي لنا الوجه ديالنا او يدينا او شعرنا او لا. فانا البارح قلت لكم كنقيدوا برنامج واحد وكنتبعوه وكان يعني نهتموا بالتفاصيل الدقيقه ديالو واحد المده على الاقل واحد شهرين او ثلاث اشهر. اما باش غنسمع اي حاجه او غنشوف اي حاجه وغادي نمشي نشريها او غادي نديرها، فهذه المسائل يعني لا يعقل اننا نديروها. انا كنعرف ناس شنو كيديروا، عندها واقي شمسي ديالها، وحيت شافت واحد الاشهار ديال واحد واقي شمسي كسوا يعني في المنصه ديال اليوتيوب او في التلفزيون او في شي حاجه، فكتقتنع به مباشره، لان الاشهار عنده واحد المفعول، مفعول السحر، يعني كيخلينا اننا نقتنعوا بواحد المنتوج ونمشيو نشريوه بعيننا المغمضين. هادشي علاش كتفسد مليارات ديال الدولارات او الدراهم او ايا كانت العمله على صناعه الاشهار، لانه هو صناعه اللي كتلعب على عقول النساء اكثر وعقول الاطفال اكثر منها على الرجال. يعني كنلقاو الناس، الفئات اللي كتهتم بالاشهار، كتهتم بالمنتوجات اللي كتعرض في الاشهار او كيدير لها الاشهار، هما الاطفال والنساء اكثر من الرجال. يعني دابا غنعطيكم غير واحد المثال، في الخدمه اشنو كتجي عندي السيده او البنت هازه التليفون في يديها كتقول لي عافاك هذا، فملي كنشوف عيني كنلقى يا اما كاين في الصفحه ديال جوجل او شي قناه في اليوتيوب مسكرينيا هي داك البرودوي وجايبها ليا. اغلب الاحيان يعني كنبقى نضحك بيني وبين نفسي، فكنقول يعني الانسان دغيا كيقتنع ودغيا كيشد المعلومه ايا كان المصدر. يعني كان المصدر عنده درايه بهذا المجال او ما عندوش، فحنا كنسكرينيو داك البرودوي كنجيبوه اون فوا هذيك السيده او داك السيد قال بان داك المنتوج راه زوين او ديك الوصفه راها غزاله. فالكم ديال الوصفات اللي درتي حبيبتي ام ايناس، هذا لا يعني انك درتي الوصفات اللي هي خصك ديريها، درتيها بالطريقه اللي خصك ديريها بها، تقيتي بالواقي الشمسي، تقيتي بعمليه الترطيب. فمستحيل ان الانسان يدير واحد البروغرام ويمشي عليه وما تكونش النتيجه. فهذه مساله يعني
مستحيله نهائيا. فلهذا تواصلي معايا في الانستغرام ilactee.com.bouté وديك الساعه الى بغيتي تهتري الصوره ديالك ونتكلموا في التفاصيل باش نقدر نفيدك اكثر. عاطي الناس مصيفطين ليا اللي مصيفطين ليا الميساج في الانستغرام اللي سمعوني دابا قلت هذه الجمله غادي يبغوا يخرجوا ليا من 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 القناه من لا فيديو. قول لي انت كتجاوبي اصلا في الانستغرام، ولكن الله يرحم لكم الوالدين غير شي شويه ديال الصبر. صرا عندي يعني دي ميساج اللي هما متعلقين تراكين قدامين، وانتم عارفين مع رمضان يعني ما بدي لهادي ما بدي لهادي، فشويه ديال الصبر غادي تجاوبكم. كل واثقين انني غادي نجاوبكم باذن الله. وننتقلوا لسؤال سؤال اخر. الوغ نشوف السؤال الاخر اللي عندنا شنو هو. سؤال اخر من عند الاخت، او هو تعليق اكثر من سؤال، من عند الاخت مريم عباس. فكتقول استعملت نيوستراتا واستعملت نيوسان زينين، كيعطيو نتيجه واعره في الاول، ولكن من بعد كتولفوا البشره ما كيبقاش يعطي نفس المفعول. ثانيا غير كتقطعيه كيرجعوا الهيطاش كما كانوا. دابا كنستعمل اوزيرين، خديت لاغام كامله هذه يومين باش بديتها. ان شاء الله تكون نتيجه زوينه، وتحنا كنتمنوا لك تكون نتيجة زوينة حبيبتي مريم عباس. غير هو كاينه واحد المسألة، إذا كان هذا المشكل كاين في نيوستراتا فأنا كنضمن لك بأنه كاين في جميع المنتوجات اللي غادي تستعمليها. المشكل ما كاينش في نيوستراتا أو في أسيرا، بالفعل كاينه منتوجات اللي فيها مواد قادرة أنها تحيل لنا ليطاش، أنها تحمينا من ظهور بقع جديده. هذه مساله ما كنناقشوهاش، يعني كاين منتوج حسن من الاخر، هذه مساله ما كنناقشوهاش بحكم تكوين او تركيبه ديال هذه المنتوجات. الخلل فين كاين؟ كاين في طريقه استعمال المنتوج، في طريقه الحمايه من اشعه الشمس، وفي طريقه التخلص من المنتوج. يعني فاش ما كنبغوش نبقاو نستعملوه فاحنا كنقطعوه بواحد الطريقه اللي هي فجائيه، وهذه المساله كررتها مرارا وتكرارا. فكنقول لكم عمركم ما تقطعوا شي برودوي اونتي تاش دان سول بو، يعني هكا فجاه هاد المساله فراها كتخلي لي تاش انهم يرجعوا. كذلك ملي كنتقيدوا بالواقي الشمسي فحنا مستحيل ان لي تاش يرجعوا لينا. يعني الا تبعتوا البروغرام اللي عطيتكم البارح في الفيديو ديال البارح وفي دوطخ فيديو، يعني عطيتكم دوك الاحتياطات اللي ممكن تتبعوها باش لي تاش ما يرجعوش ليكم مره واحده اخرى، فمستحيل ان لي تاش يرجعوا لكم. وها انا ها انا خير دليل، استعملت نيوستراتا خدمت بها ان سارتان طون وزولتها بطريقه تدريجيه، خديت الحمايه ديالي الكافيه من اشعه الشمس، والحمد لله الحمد لله لي تاش اللي كانوا في راهم ما رجعوش، وما عنديش ديطاش اللي هما جدادين. الا كان شي حاجه باقا كاينه فهي من داكشي القديم، يعني لو نيفو ديال ليطاش ما طلعش، بالعكس فراه زال ونقص وما كاينش عندي الجديد نهائيا. اللي ما كيعجبنيش بحال هاد التعاليق هو ان كاينين الناس، حنا شنو كنا كنقولوا دابا، ان الناس كتاثر بسرعه. فسؤال او تعليق من عند الاخت فوفو نهاد، فكتقول يعني كرد على التعليق ديال الاخت مريم عباس، فكتقول اختي اشنو بالضبط اللي خديتي بالضبط وبشحال طلع عليك كل شيء، حتى انا اختي فيا الكلف عقدني ما خليت ما درت والو، ما كاينه حتى نتيجه غير كنضيع في الفلوس، انا كان ممكن جاوبيني عافاك. فهاد الاخت فوفو نهاد ديجا خدات دي تريتمون بزاف وما كاين حتى شي نتيجه. دابا هي منين سمعات هاد الكلام على اوسيغا وعلى نيوستراتا فهي بغات تشري اوسيغا، غادي الى عندها الكلف قديم غادي تخسر الفلوس في لاغام مثلا نقولو كامله او ثلاثه ديال لي برودوي، وانتم عارفين لي برودوي ديال اوسيغا شحال غاليين. الو غادي تشري واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي برودوي، غادي تبدا تستعملهم ما كاين حتى شي نتيجه، ها هي ضيعت الفلوس عاوتاني وها هو ما كاين والو. غادي نعاود نكرر مره اخرى، راه المشكل ما كاينش في المنتوجات، فعلا كاين منتوجات احسن من منتوجات، يعني كتعطي فعاليه وكتعطي نتيجه اكثر من منتوجات اخرى، ولكن الخلل راه كاين في الطريقه اللي كنستعملوا بها حنا هاد المنتوجات، في الطريقه ديال العنايه ديالنا بالبشره ديالنا، في طريقه حمايتنا للبشره ديالنا، واش كنرطبوا الوجه ديالنا او واش ما كنرطبوش.
كاينه مساله واحده اخرى وخطا كبير كيرتكبوا بزاف ديال الناس، هو ان اللي كيصلح ليا انا ما يصلحش لك انت وما يصلحش الاخرى. يقدر اوزيغ يحيد ليا لي طاش اللي فيا انا تقريبا هذه واحد 6 شهور 5 شهور 4 شهور يعني جدادي مخفف وهما سطحيين، ولكن هذا ما كيتطبقش على ناس اللي عندهم الكلف فيهم ابتداء من سنه. فاوزيغ ما غاديش يحيد لكم لي طاش اللي كاينين في الوجه ديالكم. يعني نتمنى ان هذه المساله يعني تستوعبوها وتفهموها. الى استوعبتوها وفهمتوها فكونوا على يقين بان الوجه ديالكم غادي يبدا يصفى لكم الى دخلتوا في شي بروغرام او تريتمون. فما غاديش نطول عليكم، اكتفيوا اليوم ب 10 ديال الدقائق بحكم ان هو شهر رمضان، ما بغيتش تكون ثقيله على القلب ديالكم. ودابا يعني بعد واحد شويه نتلاقاو مع الوصفه ديال الاسبوع، الوصفه الطبيعيه. انا راه كنوجد ديجا الوصفه، راها وجدتها ولكن هنا ما عرفتش غيبان لكم لا، فانا هنا دايره قماش ديال القهوه، لان كنقول لكم دائما خصنا نوجدوا اليدين رجلين البشره ديالنا نوجدوها لتلقي العلاج وتلقي المنتوجات. فقماش ديال القهوه فعلا ما كنقدرش نستغنى عليه. فنتلاقاو بعد قليل في وصفه الاسبوع.